السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه؟ عايزة اقول لكم وحشتوني وحشتوني كتير والله. الفيديو ده طبعا انا مصوراه من اول ما كريم خرج من السجن، بس يعني عشان اللي حصل واللي بيحصل وما زال بيحصل معاه دلوقتي. الفيديو ده انا ما نزلتوش، بس انا نزلت الفيديو ده يعني قررت ان انا انزل الفيديو ده لما انتوا هتشوفوا، بس كملوا الفيديو للاخر هتلاقوا اول الفيديو فرحة وفي اخر الفيديو كسرة قلب، حزن، وجع، الم. ربنا ما يوريكوا، لا تشوفوه في اخر الفيديو، بس انا عايزاكو تشوفوا الفيديو بس للاخر، وعايزة منكو دعوة والنبي. الوقت ده اللحظة دي لحظة خروج ابني من السجن. بص، انا كنت واقفة هموت كده، يعني قلبي عايزة اقول لكم قسما بالله العلي العظيم كان بيرفرف او هيخرج من ضلوعي من الفرحة، يعني مش مصدقة. بصي، مش والله العظيم يعني جاتني حاجة مش قادرة اتحرك ان انا اجري، يعني عايز اجري على الواد مش قادرة، حاجة مكتفاني. اللحظة دي يا جدعان لحظة خروجه. بصي، كنت هتجنن، كنت هموت عليه. دي اللحظة، دي لحظة خروج كريم من السجن. طبعا خارج عيان وتعبان ومش قادر، وحالته حالة صعبة جدا جدا جدا. انتوا هتشوفوا كريم دلوقتي، كريم بعد ما خرج اهو، احنا كده مروحين على البيت. صحابه كانوا معايا طبعا، كل ده صحاب كريم، وكان في تاني ناس كتير ورانا تاني، بس انا يعني ما كنتش عارفة اصورهم. يعني كان في ناس كتير اصحابه جايين معانا، وكانوا يعني ورا، كان معايا اصحاب كتير ليه جدا يعني، بس كانوا ماشيين معايا مش طالعين في الكاميرا. بصوا، انا يعني روحت اليوم ده والله العظيم يا ولاد، يعني بس وعشان ربنا بيحبني خرج لي كريم، عشان ربنا بيحبني، وانا يعني ربنا عالم بحالي وبصلي، والله 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 يعني ربنا بيحبني عشان كده، وبيحبه عشان خرج كريم في الحالة اللي حالته اللي هو فيه ده واللي حصل له. انا مش عارفة يعني لا قدر الله كريم لو كان قاعد كان ايه اللي هيحصل يعني، بس الحمد لله ربنا يا رب ما يجيب حاجة وحشة خالص. يا رب والنبي لاجل خاطر حبيبك النبي محمد، يا رب تشفيه وتعافيه. كريم من بعد خروجه مفيش 3-4 ساعات ولقيت كريم وقع. الواد طالع تعبان جدا، ما اقولكوش، انتوا هتشوفوا دلوقتي في الفيديوهات التانية اللي بعد الفيديو ده، اللي بعد ما يخلص ده هتشوفوا انتوا بعد الفيديوهات التانية. اول ده يدوب استحمى وروحنا، بعد ما استحمى وغير هدومه وقع زي ما انا قلتلكوا، فخدت وجريت طبعا على المستشفى وعلى اللي يعني. بعد كده دخل الرعاية، قعد 3 ايام، وبعدين طلعنا من الرعاية رحنا للدكتور برا، قال لي نعمله اشعة مقطعية، عنده مادة لزجة في الشريان الامامي. المادة اللزجة دي يعني زي شفتي وانت بتنضفي الفراخ، مش فيها مادة كده مزحلقة، المادة دي في الشريان، فسد الشريان ماشي، فعامله له مضاعفات كبيره جدا. المهم بصوا، مش قادر القعده القعيده دي
كان ربنا يعلم بيه ان هو مش قادر خلاص. اللهم صل على النبي. المهم رحنا بقى عملنا ال اللي انتوا شايفينه ده اول ما خرج، انتوا شايفينه اول ما خرج. دخلنا الرعايه اسمه ده، او رحنا بعد هنا كده كده رحنا بقى ايه المستشفى دي، راحت محولانا على ايه، قال لك اصله السكر، لا السكر عنده عالي جدا جدا، قال لك لازم دكتور سكر يشوف السكر يظبط السكر، ولازم دكتور صدر يكشف على صدره. لما حكينا له بقى ان المكان اللي كان فيه ده وبا وعدوى وفيه كل ما تتخيله من امراض، كان كذا حد يطلع متوفي من يعني من السجن او من الحبس اللي كان فيه كريم، يعني بعيد عنكم يا رب بعيد عن السامعين. المهم احنا شايفين اللي معلقه له ده، الواد كان خلاص يعني مش قادر. علقنا 2 محلول، واحد حط فيه البتاع الاصفر اللي انتوا شايفينه ده انا ما اعرفش ايه بصراحه، وواحد تاني حطوه له عشان يظبط له السكر. المهم هو دلوقتي كريم حالته ما يعلم بها الا ربنا، تعبان جدا تعبان جدا. فانا يعني بتمنى منكم زي ما كنتوا بتدعوا له وهو في قربه تدعوا له ربنا يشفيه. انا عايزاكم يا جماعه زي ما كنتوا بتدعوا له في قربه تدعوا له ربنا يشفيه يا رب. شاب 23 سنه يعني في ظهور عمره يعني، ويطلع معاه كل المشاكل دي في مكان ما يعلم بيه الا ربنا. فانا بنقول الحمد لله، بقول الحمد لله، بحمد ربنا على كل اللي يجيبه ربنا، بحمد ربنا على كل حاجة. بس بقول يا رب خفف عنه يا رب، يا رب اشفيه يا رب، يا رب عوش عنه حق جاه النبي يا رب. ومش طالبة منكم غير دعوة والله، انا عايزة منكم بس تدعولوا ان ربنا يشفيه. انا لسه الدكتور ده قال لنا اشعة مقطعية، ولما رحت برضو لما دخل الرعاية، الرعاية قالت اشعة مقطعية برضو. فاحنا خرج من الرعاية يعني قعد 3 أيام وخرج. هنا كده كان نام، كان مش قادر الواد المحلول اهو بصوا يعني، حتى هو بينقط اهو قدامكم شغال في ايده. اللهم صل على النبي. هو هنا كان نام، تعبان جدا تعبان جدا جدا يعني. بالمناسبة اصحابه اول ما جه صحابه يعني الحلاق بتاعه صاحبه جدا، ف يعني جاله البيت وحلق له شعره وظبطه ومش عارف ايه وهيئه، والله حلق له من هنا والواد وقع له من هنا، وهو زي ما انتم شايفين كده حالته صعبة جدا جدا. ده كمان من بعد ما خرج يعني حالته بقت اصعب واسوأ، عنده مشاكل في صدره وعنده في الشريان الامامي مادة لزجة، وعنده ربنا يا رب يستر السكر، بنحاول يظبطه فيه، مرة يعلى خالص مرة يوطى خالص السكر، يعني ربنا يسترها يا رب. قادر ربنا كريم ينجيه من عنده يا رب. فقلت تدعوا له معايا يا رب، يا رب يكون في حد منكم اقرب لربنا مني. شال المحلول اللي خلص اللي كان فيه في حاجة صفرة كده، حقنة صفرة، وحطي له ده وحطي فيه حقن تاني عشان يظبط عنده السكر، مش عايز يظبط. فبتمنى من كل اللي يشوف الفيديو يدعي الكريم، بتمنى منكو دعوة من قلبكو الكريم ربنا يشفيه ويعافيه شبابه، شاب في عمر الزهور. قلبي بيتقطع عشانه، عايزة اقول لكم بموت بموت في الثانية مليون مرة. وربنا ما يوريكو يا رب اللي انا فيه، وربنا يشفيه ويشفي كل مريض، واشوفكوا على خير ان شاء الله في جديد. مع السلامة.